بلنتي بلنتي حرام عليك يا حكم، دي رابع غلطة للحكم ده. الحكم ده تلاقيه موالس معاهم وقابض، كنتش انت خلي اشتغلت حكم بالزور واكلتنا الشهد كده. يا انا اعرف حكم راكب عربية 28 ومجنطها. جنطها ده تلاقي حكم دولي بقى، وبعدين صفاري عبد الحميد يا ابني انزه صفارة في الملاعب. طب ده انا اخويا قاطعني 10 سنين عشان مرضيش احسب له فاول. انا برضو اخويا مرة قاطعني 12 سنة بس عشان مرضيتش اديله نمرة سوسة. انا عمري ما كان ليا اخوات، ولو كان ليا اخوات كنت انا لقطعه امي. يا راجل حرام عليك بقى، حرام عليك. ما تشعلني بطيخه تانية يا عايده.